حين عاد نابليون بونابرت من إحدى حروبه، سارع إلى استدعاء وزيري التعليم والعدل وسألهما عن حالة التعليم ونفاذ القانون، وحين طمأناه تنفس الصعداء وقال: إذن فرنسا بخير. فيما يخص العراق، دائما يطرح السؤال خصوصا حول التعليم. التعليم الذي ظل مستواه معقولا رغم الظروف الشاذة التي مر بها العراق من إرهاب وفساد وتراجع في البنى التحتية وغياب عن التصنيفات العالمية. في العام الدراسي الماضي تضاعفت المشاكل وتراجعنا خطوة إلى الوراء بسبب وباء كورونا الذي عطل كل شيء، ضيع على الأولاد سنة دراسية في جميع مراحل التعليم الأولية والثانوية والجامعية. هل كان يفترض إلغاء السنة الدراسية كما اقترح بعض الخبراء؟ هل نجح التعليم عن بعد واستخدام المنصات الإلكترونية؟ أسئلة تثار في الكواليس ولا تخرج إلى الإعلام إلا نادرة. وفي الأخير، قد يكون الأولاد والبنات نجحوا وحققوا درجات غير مسبوقة، لكن هل جاء ذلك ضمن ظروف طبيعية؟ كلا، ولهذا حامت الشكوك وبدأ أن القفز في المعدلات العامة أحرجت وزارة التعليم العالي وتجاوزت قدرتها الاستيعابية. ورغم أن الوزارة طمأنت الطلبة وقالت إنها سوف تحتضنهم وتفتح 5 كليات وتستحدث 50 قسما، إلا أن الشكوك ما زالت تحوم، فالحلول الاضطرارية تأتي دائماً على حساب المستوى العلمي، ثم لا ينقضي وقت طويل حتى تظهر بهذا المستوى أو ذاك. هذا على المستوى العلمي والإداري. أما على المستوى المادي فهناك كارثة حلت على العوائل ذات الدخل المحدود، فالكساد أوقف عجلة المال، وهذا انعكس على إمكانية مواصلة الدراسة في التعليم الخاص والموازي، وهو ما اضطر الدولة للتدخل، فجاء الدعم وإن كان جزئيا. إذن التعليم في العراق لم يكن بخير خلال السنة الماضية. ماذا لو جاء نابليون وسألنا عنه؟